بقى كويس وبقت احسن بقى كتير. الولايات متوقف في الوقت عن الاول كان هو ده صح كده اتعمل ده صح. الاول كان في زحمه وكده كان في سرقه في حوالي الدقيق ده، بس دلوقتي لا ما بقاش الولايات بقى حلو احلى من الاول احسن عشان مرتاحين كتير عن الاول يعني. الاف الناس بتموت بعضها عشان تجيب عيش. انا والدتي اتضربت اول يوم اتعملت في العيش، والدتي انا اتضربت ولسه الضرب معلم في وشها لغايه النهارده. بالنسبه للتومين في الناس دي متضرره، انما انا بالنسبه لي الناس نازل انا وناجي ومدام فالحمد لله تمام. معيش بطاقه ان انا اجيب عيش، معيش بطاقه ان انا اجيب عيش خالص ولا اكل. خدت بالك بروح طبعا التومين بيأخرنا عشان يعمل له بطاقه ويعمل له حاجات بس. عشان حلو عن كان الاول، العدد هناك كبير والمخابز هناك قليله، فالطبيعي انا عن نفسي بجيب عيش دلوقتي من هنا او بضطر ان انا اشتري عيش، ان مش عارف اعمل ورق بتاعي عشان اجيب عيش. رحت قدمت في التموين ورق ما اتقبلش عشان مراتي غريبه عن المحافظه نفسها.